مرحب فيكم، أهلا وسهلا. متحف مصطفى حسين أبو أديب. المتحف بيضم كافة أنواع التحف والأنتيكة من جميع ما تشتهي نفسك. والله هاي المهنة توارثتها عن الوالد، مصلحة أن أبا عن جد، يعني صلي فيها من أول ما خلقت بالمصلحة، خلقت فيها وربيت عليها وما بعرف غيرها، ما بعرف غيرها. بس أنا يعني حولتها من مصلحة لا متحف، لا بس أنتيك، ما في بيع، بدون بيع وشراء، ما في بيع أو شراء، مقتنيات، يعني عبارة عن مقتنيات أثرية هيك، يعني من أسفل فرجي ما أكثر. قطع مشكلة عندك من جميع ما تشتهي نفسك، عندك يعني السبيل المي مثلا كانوا يحطوه بالحارات القديمة، عندك الجرن كانوا يدقوا فيه مثلا من 150 سنة كانوا يدقوا كبي أو يدقوا فيه لحمي الهبرة، يعني جرن الكبي مثل ما بيقولوا، عندك الرحى، عندك المجمر، عندك التليفون أيام الفرنسيين، أيام الفرنساوي. طبعا هذا التليفون مو موجود في كل محل أو بكل بيت بتلاقي، يعني ما بتلاقي غير عند بالبيوت، يعني في بيوت معينة، بيوت بكوات أو بشوات حصرا. هلا بالنسبة للأعمار بتختلف، عندك من 50 سنة وأنت طالع فما فوق، تطلع للميتين سنة، للثلاثمية، للأربعمية، حسب كل قطعة بتختلف عن التاني. لكن مصلحة الأنتيكة مصلحة بحرية، يعني مجالها وسيع كتير. عندك قطعة رومانية، يعني بدك تقول عمرها مثلا، عندي مبخرة رومانية عمرها شيء 1000-1200 سنة.